بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدين الأحبة، حياكم معنا إلى لقاء جديد في استفتاحية أسبوع جديد. نرجو بإذن الله أن يكون أسبوعكم حافلا بالعمل والجد والعطاء لخدمة عمان أينما كانت مواقع العمل والبناء التي تعملون بها لرفعة عمان وخدمتها. حياكم معنا مشاهدينا في حلقة الأحد قصيرة نسبيا لأنكم على موعد بعد انتهاء البرنامج عند 9:00 مع برنامج سؤال أهل الذكر، لكن بالرغم من ذلك حضرنا لكم مجموعة من المحطات عبر مجموعة اللقاءات والتقارير والربط المباشر، نرجو بإذن الله أن نوفق في إمتاعكم وإفادتكم. حياكم معنا مشاهدينا ومجموعة المحطات والمتابعات في مجلتكم المسائية برنامج من عمان أينما كنتم تتابعوننا من داخل عمان أو خارجها، ونحن ننقل أيضا هذا المشهد وهذا الحراك من مختلف الأماكن في مختلف الأصعدة والمجالات، وأيضا ننقل مساءات عمان المختلفة. وهذه المرة اخترنا لكم نقل مباشر من مساء صور العفية، وتواصلنا من هناك مباشرة مع الزميل محمد المهري الموجود في هذه الولاية العريقة ينقل لنا هذا المشهد المسائي. مساك الله بالخير يا محمد. مساء الخير راشد، مساء الخير يظل كل متابعي من عمان. اليوم مثل ما ذكرت راشد هو مساء ربما من صور العفية هذه الحاضرة لمحافظة جنوب الشرقية وتحديدا في منطقة العيقة. أكيد في تفاصيل أخرى من خلال هذا الربط لهذا المساء. نرحب بالجميع في هذه الفترة القصيرة اليوم الأحد ولكنها متنوعة. الظهر في هواء عليل بارد معكم محمد، دع البحر. أنا على البحر لأنه بنتحدث عن يعني مكان جميل كان يستخدم زمان لمراقبة نقول هكذا السفن أو إعطاء هكذا إشارات الأمان للسفن لدخول إلى منطقة العيقة، والهواء فعلا يعني نسمع كوس صوته كذا نسناسي جميل. صحيح. نتحدث عن البحر. شكرا لك يا محمد، وأكيد إن شاء الله في قادم الوقت راح نرجع لك حتى تنقل لنا هذا المشهد المسائي الجميل من ولاية صور. إذن مشاهدينا من حسن الطالع أيضا أن يكون ربطنا المباشر اليوم من ولاية صور مرتبط بموضوع حلقة الليلة في من برنامجكم من عمان، ونحن نتحدث عن المدن العمانية الفاعلة، تلك المدن التي يخرج منها عبق التاريخ عندما نتحدث عن نزوة ورستاق وصور وعبري وسمهرم والكثير من المدن العمانية التي نشرت نور السلام ونور الإسلام ونور العلاقات والتواصل والتجارة من عمان إلى العالم أجمع. اليوم نقترب من موضوع المدن العمانية الفاعلة عبر المحطة التاريخية اللي تعودتم على متابعتها كل يوم أحد مع الدكتور إسماعيل الأغبري، وحديثنا بالتفصيل إن شاء الله عن هذه المدن العمانية الفاعلة وكيف كان دورها السياسي والاجتماعي، ولماذا بالتحديد هذه المدن التي ذكرناها، وما هو الحال لبقية المدن، وعمان كانت تعيش في أوج حضارتها التاريخية وتواصلها ورسالة التسامح ورسالة التواصل والعلاقات مع مختلف عواصم الدول. إن كنا لا نقصد في الحديث فقط على المدن الساحلية فنحن نتكلم أيضا عن داخل عمان، أرستاق ونزوة وعبري ومدن أخرى في عمان كانت مدن فاعلة وحاضرة في التاريخ البشري الحضاري. إذن مشاهدينا هذا هو موضوع حلقتنا الرئيس في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، نرجو بإذن الله أن تقضوا برفقتنا مشوار طيب من المتعة والفائدة. بعد هذه الأغنية راح نرجع مباشرة إلى الزميل محمد المهري ومساء صور العفية. شعاع المجد يا تاجها الراس.
العروس يا ضي العيون وبصرها يا رمزنا الشامخ ويا عزوة الباس هذه رجالك تحت طوعك أمرها هذه رجالك تحت طوعك أمرها على أدم الفخر طيبك غمرها تبقى عمان بهبتك قبلة الناس مهدي السلام اللي تحقق قدرها هذه القلوب اللي تحبك بلا قياس على أدم الفخر طيبك غمرها تبقى عمان بهبتك قبلة الناس مهدي السلام اللي تحقق قدرها على سماها أطلق السعد نوماس والأرض تهدي من شقائق زهرها والأرض تهدي من شقائق زهرها عز نبراس قابوس يا نور العيون وبصرها وانت عليها وثق المجد والساس ترفد عطاها لين اغداك ثمرها يا نبض أم دمت للعز نبراس قابوس يا نور العيون وبصرها هبت هبوب العز يا فخرها الناس والأرض تنثر من روايع دررها والأرض تنثر من روايع دررها هبت هبوب العز يا فخرها الناس حياكم مشاهدينا مجددا إذا رجعنا لكم عبر هذا المساء في برنامجكم من عمان وتواصلنا القادم مباشرة من ولاية صور والزميل محمد المهري الموجود هناك مساك الله بالخير يا محمد مجددا مساء الخير راشد بأمان الجو اليوم غير نحن نشوف يعني جو كذا جو بحري لسنات جميل الجميل تعرف راشد إنه لما يجينا المنطقة تعرف صور والعيقة أيضا منطقة العيقة تابعة لولاية صور فبينهم هذا الارتباط البحر الجميل يعني كان الناس أيضا ينتقلوا للمكان من خلال أيضا الهوري الصغير ثم القارب البسيط ثم محمد؟ بعد ذلك أصبحت السفن الكبيرة ها؟ وين موجود بالتحديد حاليا؟ أنا متواجد الآن في المكان اسمه طبعا المنطقة منطقة العيقة لكن برج راس الميل هذا مكان ربما يكون شاهد عصر على
هذه نقول هذا التاريخ البحري. نعم. يعني عندي أيضا ضيفي أحمد بن مسلم بن صالح العلوي. نعم. هو شاهد عصر على رأس الميل، ولماذا أيضا زمان كانوا يستفيدون منه في السفن، وأيضا لماذا سميت منطقة العيجة بهذا الاسم، وعنده صورة جميلة من 1968 ونعمل هكذا المقارنة ما قبل النهضة وما بعد النهضة. أحمد مساء الخير. يا مرحبتين، أهلا وسهلا، شرفتوني بوجودكم في ولاية صور وخاصة في منطقة العيجة برأس الميل. حياك الله أحمد، نرحب فيك طبعا في من عمان. اليوم فريق البرنامج زار المكان رأس الميل. بداية قبل رأس الميل، منطقة العيجة ليش سميت العيجة؟ سميت العيجة هي الجزء اليابسة الداخل في البحر، هكذا يقولون يعني. طيب برج رأس الميل اللي نحن متواجدين فيه، في برج متواجد هنا أيضا مكان عنده هكذا منصة مشاهدة، رغم أيضا مثل ما ذكرنا أنه كثير أيضا من السياح يأتون للمكان. أهميته للسفن، وأهمية للسفن أول هو علامة، ومنار للسفن دليل، يعني دليل لمدخل السفن، لمدخل خور البطح. وبعدين هو أصبح البرج الحين بعد ما شيد البرج أصبح مقصد للسواح للسياحة، يعني بحركة مستمرة. حركة مستمرة نعم، يوميا تقريبا يجوا السواحنا بسياراتهم بعد ما ينتهوا من جولاتهم من رأس الحد، يجوا قاصدين هني للبرج على أساس إن يشاهدوا منطقة صور كاملة، يعني الإطلالة جميلة إطلالها. طيب أحمد، طبعا البرج تم ترميمه ربما أيضا وترتيبه بحداثة أخيرة في 1417 الهجري 1996، ولكن أنت عندك أيضا صورة هنا ممكن أيضا المشاهدين يشوفوها 1968. الفرق بين هذه الصورة والآن الموجود؟ طبعا الفرق كبير وشاسع، يعني فالبرج أعطاه جمال أكثر، يعني أعطاه جمال أكثر وأعطى المنطقة جمال يعني. طيب أيضا مثل ما يشاهدون طبعا المشاهدين، طبعا المكان هذا 1968 منطقة العيجة كانت هكذا، ويمكن هذا هو المكان، البيوت القديمة. طبعا البيوت القديمة قديمة، هذه منطقة رأس الميل وهذه العيجة بأكملها، والباب نسميه باب السد. طيب إذا خلينا الصورة هنا عشان أيضا نتمكن إنه يسمعوك. طيب أحمد، إلى الآن لازال في زيارات مستمرة؟ نعم، أنا زيارات مستمرة يوميا على شكل يوميا يعني. طيب إيش ممكن نقول للناس، رحنا قادمين الآن على إجازة الأحد القادم، وجه أيضا نوع من التسويق للمكان، نقول زوروا منطقة صور و لتشاهدوا المناظر الجميلة وتعرفوا على البرج وتشاهدوا منطقة صور كاملة من على البرج من فوق. عموما أحمد، أتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى دائما أن تستمر هذه الزيارات وتستمر هذه الأمسيات الجميلة هنا في هذه المنطقة التاريخية. شكرا. إن شاء الله. شكرا أعزائي المشاهدين، هكذا كنا معكم في هذا التطواف السريع، ربما نقول المختصر، ولكنه في الأخير تبقى صور الصواري هذه الولاية الجميلة، وتبقى منطقة العيجة بهذه الإطلالات التاريخية الجميلة، ويبقى أيضا برج الميل أحد الشواهد التاريخية على هذا التاريخ الموقف في القدم للسفن هنا في مدينة صور. هكذا كنا معكم في هذا الربط، أكيد لازلنا في هذا الوقت البسيط لحلقة الأحد، ولكن إلى زميل راشد السعدي لك الكلمة. راشد، شكرا لك يا محمد، وفعلا إذا في مجال وأنتم تختموا مع الزميل المصور ماجد الإسماعيل أنكم تأخذوا لقطة على الأقل لبرج الميل، حتى يعني على الأقل نشوف المشهد عن بعد. نشكرك على هذا التواصل الطيب محمد، وإن شاء الله نتواصل معك في لقاءات قادمة. شكرا لك يا محمد. شكرا راشد. شكرا لك. إذن مشاهدينا مستمرين معكم في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، مجموعة من التغطيات المتبقية، واللقاءنا القادم إن شاء الله مع مدن عمانية تاريخية فاعلة عبر التاريخ مع الدكتور إسماعيل الأغبري بعد هذا الفاصل.
الله مشاهدينا مجددا. إذا رجعنا لكم بعد حديثنا اللي كان قبل شوي من ولاية صور العفية، إحدى المدن العمانية الفاعلة والحاضرة عبر التاريخ العماني. هذه المدينة الساحلية التي نشرت رسالة التجارة ورسالة التسامح والسلام عبر سفنها إلى العالم أجمع. في الدقائق القادمة نقترب أكثر من بقية المدن العمانية التاريخية الضاربة في عمق الحضارة والتاريخ البشري من خلال تواصلنا مع الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري، وهو الباحث في التاريخ. مساك الله بالخير يا دكتور، وسعيد جدا بوجودك معنا. الله يمسيك بالخير وأهلا وسهلا بك. حياك الله يا دكتور. دكتور، يعني صور واحدة من هذه المدن العمانية وهذه الحواضر العمانية وهي على الساحل، هناك أيضا مدن عمانية في الداخل كانت لها صولاتها العلمية، وهناك مدن أخرى لها صولاتها وجولاتها السياسية. هل لك أن تجمل لنا بداية هذا الحديث عن أهم هذه المدن العمانية الفاعلة والحاضرة؟ شكرا جزيلا. نعم، جيد كان المقاطع عن صور. نعم. الذي بث قبل لحظات. وصور هي مدينة ساحلية. نعم. لها تاريخ عريق، ليس فقط في على مستوى المحلي عمان. نعم. إنما على المستوى الإقليمي. يعني هي مشهورة بصناعة السفن. نعم. يعني ما ننسى الغنقة، السنبوق، البوم، هذه بعض السفن. هي بلاد الصواري، هي بلاد الأشرعة. صور مثل ما ذكرت الأخ راشد، يعني انطلق منها العمانيون إلى جنوب شرق الجزيرة العربية حتى سومطرة. نعم. الواقعة بأندونيسيا. يعني وجدت آثار أو مقابر عربية من آثار العمانيين. نعم. إذا الانطلاقة من صور. صور وعلاقة عمان بالبصرة. ما ننسى عندما نتحدث عن صور العمانية. نعم. نتذكر صور الشامية اللبنانية. صحيح. وبالتالي نتذكر أيضا الفينيقيين، يعني أسسوا صور العمانية ثم أسست صور اللبنانية، هو نفس المسمى. نعم. أيضا صور البحرية وعلاقتها مع الهند، مع إيران، مع بقية المناطق، لكن طبعا لا تذهب مباشرة، وإنما هناك محطات توقف للتزود بما يحتاج إليه ربابنا. أيضا ربابنا الصور ما شاء الله، يعني كيف يحددون أماكن السير، يعني بما تيسر آنذاك، بس لابد يكون الربان أيضا فطن وعنده خبرة. طيب عندهم دكتور، البوصلة. نعم. أيضا نعم. أن تشتهر صور يعني ربما أمر منطقي لأنها منطقة ساحلية ولاية ساحلية، لكن ماذا عن بقية المدن الداخلية؟ ما العوامل التي أدت إلى أن تكون بهذه الشهرة؟ هل هناك عوامل اقتصادية، اجتماعية، سياسية؟ هي بعضها اشتهر بحريا مثل صور. نعم. بعضها مثل ظفار، سمهرم، سمحان. نعم. هذه اشتهرت بتجارة اللبان. معروف اللبان كان يصدر إلى مصر، خاصة أيام المعابد الفرعونية كانت العلاقات يعني منذ ذلك التاريخ العماني المصري متجذرة. نعم. صحار هي بحرية أيضا، ولكنها ما ننسى كانت ردحا من الزمن عاصمة لعمان. صحيح. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين صحاريين. أيضا حقيقة ما ننسى فيها علماء كثيرون. هذه أسرة آل الرحيل. نعم. محبوب بن الرحيل بن هبيرة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن محبوب والبشير، وانتخب من آل الرحيل أيضا إمام، وهو الإمام سعيد بن عبد الله الرحيلي. نعم. فيما أحسب في القرن الرابع الهجري، وله عهد أيضا لأخ راشد. هذا الإمام الذي أصله من صحار، الإمام سعيد بن عبد الله الرحيلي، له عهد، له وصية من أفضل الوصايا الحقوقية الإنسانية. يعني آنذاك كانت عمان تتعرض لغزو. نحن نتكلم عن القرن الأول الهجري يعني؟ لا، الآن نحن في القرن الرابع بالنسبة لمكانة الصحارة أنا أقصد. نعم 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 نعم. يعني استمرت في تخريج العلماء والقادة أيضا، ما ننسى أبو حمزة الشاري، لا ننسى أيضا بلق بن عقبة، سعيد بن عبد الله. أما القرن أيام الجولند بن مسعود، الإمام الجولند بن مسعود، هذا في القرن الأول الهجري. فصحار إذن قامت بأدوار بحرية وأيضا بأدوار سياسية، لأن من الطبيعي بما أنها عاصمة لعمان سابقا ستقوم بأدوار سياسية. طيب دكتور، بالنسبة إلى بقية الشريط الساحلي للباطنة، ماذا كان حال هذه المدن؟ هل ذكرها التاريخ شيئا يعني؟ نعم، مثل صحم. نعم.
هذه منها العلامة المبرد يعني، وهذا المبرد لغوي وأديب وشاعر، فهذه صحم. عندك المصنعة، المصنعة لو لم يكن منها إلا العلامة جميل بن خميس السعدي صاحب قاموس الشريعة الحاوي لطرقها الوسيعة في أكثر من 90 جزءا لكفى صح، لكفى هذه المصنعة أيضا هذا الدور. بركة، ما ننسى أن الإمام أحمد بن سعيد عندما أراد أن يضعف الفرس لقى إلى حيلة، لا أعرف بالمرة الماضية تطرقنا إليها أو لا، لقى إلى حيلة. هذا يفيدنا الأخ راشد التاريخ حتى نفسر سر نجاح السياسة الحالية القيادة الحالية، لابد أن نعرف أنها ترتكز إلى مرتكزات إلى موروث فكري وثقافي وسياسي، فبالتالي هنا لابد من الربط. على العموم الإمام أحمد سعيد طبعا كان لما نازل الفرس بعدما دخلوا في أواخر الدولة العربية فرضوا أن يدفع أهل عمان لهم مبالغ سنوية، فأظهر الإمام أحمد بن سعيد من باب الدبلوماسية حتى يتمكن من الأمر أظهر الموافقة، وبقوا في مسقط الفرس وهي ميناء السفن تقصدها وطبعا تؤخذ بمقابل. في النهاية الإمام أحمد سعيد عمل خدعة لتخليص بلاده من كل غريب، نقل فتح ميناء في بركة جيد، بدل أن ترسو السفن في مسقط، في مسقط حولها لأن ترسو في بركة، وبالتالي من هنا حاصر الفرس اقتصاديا. ثم بعد ذلك كان بين قوسين يماطل في دفع ما كان وعد به الفرس من أموال سنويا، وبالتالي جفف المنابع المالية للفرس، ثم لجأ إلى حيلة أخرى وبعد ذلك أوقع بهم، لأنه يحق عندما تريد تخلص بما أنه جاء بلادك غازيا هذا من حقك أن تخلص، مكفول بالشريعة الإسلامية ومكفول بالمواثيق الدولية. إذن هذا هو الشريط الصاحي للخط الباطنة بإيجاز. طيب ماذا عن الرستاق وماذا عن الشهباء؟ نعم الرستاق هذه أيضا تصير تارة عاصمة سياسية وتارة هي بمثابة الوقود المزود لبقية المناطق بالعلماء والفقهاء. ما ننسى طبعا قلعة الحزم هذه مشهورة، سلطان بن سيف، سيف بن سلطان قيد الأرض، وكانت هناك قبة لكنها حقيقة دمرت بعد نهاية الدولة العربية، ظنوا أن تلك القبة هي مرصد ولم يعلموا أنها لحفظ ضريح الإمام، لحفظ ضريح الإمام، حتى جاء عهد السلطان قابوس حفظه الله فأمر أيضا باحترام هذه الأماكن وأيضا وعيدت لها القبة. ما لو لم يكن من الرستاق إلا العلامة خميس بن سعيد الشخصي صاحب الموسوعة العلمية منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الذي طبعته وزارة التراث والثقافة مشكورة، ثم أيضا الآن أخرجته مكتبة مسقط، لكان يكفي فخرا أيضا للرستاق. أيضا المرأة الرستاقية كانت حاضرة، هناك امرأة نجية بنت عامر الحجرية، نجية بنت عامر الحجرية هذه امرأة فاضلة لها أجوبة علمية. ما علاقتها بالرستاق؟ ربما هل ذهبت أجرد للعلم أو توجد هناك بعض أحيان تعرف تتداخل قبائل أحيانا فتفاجأ بقبيلة معينة بيت وبيتين موجودة في منطقة معينة. أيضا ما ننسى عزة، سيدة عزة بنت قيس البوسعيدية وأختها أصيلة، هاتان امرأتان من القبيلة البوسعيدية أنفقتا الأموال الطائلة من أجل الفقراء والمساكين ومن أجل الأوقاف. أيضا ما ننسى أن الإمام أو السيد سعيد ابن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي كان يقيم تارة في الرستاق وكان يذهب تارة أخرى إلى نزوى، فالرستاق أيضا فيها مآثر كثيرة جدا. طبعا واضح الإمام أحمد بن سعيد وهذه الأسرة وعلاقتها بالرستاق، وقبل ذلك اليعاربة، اليعاربة كل من هذه الفترة اليعاربة الأخ راشد الذين تولوا أمر عمان وإن كانوا
أداروا البلاد من نزوة باعتبارها عاصمة سياسية، لكن الأصول من الرستاق. إذن دعنا ننتقل إلى نزوة الآن دكتور. نعم، نزوة هذه عاد ما شاء الله انتقلت إليها العاصمة بعد أن تمكنت الجيوش من اجتياح صحار، لأن كما قلنا أرض مكشوفة وأرض ساحلية، والأرض الساحلية سهل حصارها بحريا وسهل غزو المكشوف بريا، لكن نزوة أنت تلاحظ تحيط بها الجبال حاطة السوار بالمعصم، وبالتالي ذات الجبال تتحول إلى عوامل صد لكل غازي، فهي كأنها قلاع طبيعية يكمن هذا الغازي، إما يخرج من قعر وادي أو يفاجئ العدو من قمة جبل، وبالتالي اختار العمانيون نزوة لتحصنها، فصارت عاصمة فترة طويلة جدا، وهي قامت بدور سياسي لأن معظم أئمة عمان كانوا هناك، قامت بدور عسكري، موجات التحرير، تحرير عمان من البرتغال ومن كل غازي كانت تنطلق من عمان لأنها عاصمة سياسية، من نزوة لأنها عاصمة سياسية، دور علمي، دور علمي. نعم، هذه ازدهرت ازدهارا كبيرا، يعني حتى وصفوها بيضة الإسلام في عهد الإمام غسان بن عبد الله، لكثرة العلماء الذين كانوا بها ولكثرة من أتى من العلماء ليطلب العلم فيها. ومعروف أن العاصمة تجمع أشتات الناس وتكون مقصد الناس لقلب الأرزاق أو لوجود المعاهد آنذاك والكليات والجامعات حاليا. في أقل من دقيقة، ما حال بقية المدن العمانية؟ هل هناك مدن اشتهرت أيضا كما بهلة أو بهلة؟ يعني ما ننسى سور بهلة، والذي اعتبر من ضمن الآثار التراثية العالمية الذي لا يجوز المساس به. قلعة بهلة أو حصن بهلة الذي وأنت ذاهب عند السوق مباشرة، هذه القلعة يعني عندما تدخل وتقوم بزيارتها ما أتصور يكفيك يوم. طيب عبري؟ عبري نعم، من اسمها واضح كانت معبر للقوافل، وأيضا ما ننسى السليف، ما ننسى هذه الأماكن تخرج منها علماء منهم عمرو بن مسعود المنذري الذي اشتغل بعلم الفلك، وله كتاب كشف الأسرار، كشف الأسرار في كشف الأجرام المخفية طبعته وزارة التراث أيضا والثقافة. فعبري عندك إزكي، هذه إزكي كانت معقلة للعلم والعلماء، موسى بن أبي جابر وموسى بن علي، حتى حسب ما سمعت من قول سعادة الشيخ الأمين العام بمكتب الإفتاء أحمد سعود السيابي أن الزعامة العلمية كانت لإزكي، وإن كانت الزعامة السياسية سابقة على لنزوة، لكن انتقلت الزعامة العلمية إلى نزوة في القرن الرابع الهجري فقط. نحن يعني كان بودنا أن يطول هذا اللقاء، لأن الحديث عن التاريخ حديث يحتاج إلى أكثر من حلقة وسلسلة حلقات، لكن إن شاء الله في الحلقات القادمة نستكمل هذا الحوار أو نختار مدن أخرى. أيضا نشكرك على وجودك معنا، الباحث في التاريخ الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري، شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا يا أخي، وأهلا وسهلا. وأيضا شكرا لكم مشاهدين على طيب متابعتكم لنا لحلقة الليلة من برنامجكم من عمان. يتجدد اللقاء يوم الأحد القادم إن شاء الله حول موضوع التاريخ، أما لقاؤنا بكم يتجدد إن شاء الله في يوم الغد حلقة الاثنين مع تحضير جديد لمجموعة من المحطات والمتابعات. وفي الدقائق القادمة ندعوكم لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر مع سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، ونرجو لكم بإذن الله حلقة ممتعة ومفيدة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.